السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة مركز الجنوب الدكتور كسور هذا بكرسي أنا بيت بي ما أنت عقوق الدولة إف إي إلس إف استيدمنت معناه راي إف استيدمنت تاوي عو حويان بعكم مت هاي لأن كي واحد كم جنوني كل استعمال هدي هذا بطيء أنا قان قالت معناه راي إف هدي معناه هاي حسدد عن واحد حسدد عن واحد حسيس معناه وبرنامج هذا حالته بريع أنا بقبرنامج إنه قبكر إنه مد قان قال كر إنك إكت معناه راي مركا يا وركن كدال كسور هذا مرك مركواد and أقول بلا من هذا السؤال. إف أيام وجودة دكتور بود إنتر وادي كتبنا وجودي. كات كوا كرامنا. إف أيام لقى كذي بركات سيرف روا كذي بركات سوين كنا فور أجن. واي. أركان كات كيف قرأت منا. إنتر أقول قرأت سحالد. واي حالد أصل درون نقطة كذي كات كسر وصل ضوء منا. واي. أدوك الحالة هاي. سدح. واي كيرتها. أنا ما دس كيرتها منا. تمام أيام منا. واي. على مدى سجدة سجود على كير منا باي ان اركان كوكور سمركاس ان جملة دي مركا كوتك هاي مركاس ادو ودي مارتي سدع وحي كيرتا تمان ودنك سوى صدع وعيا كوتك حي مانا كوتك منا باي ايكو ايان لها علي مركاس سدع وحا اي كير تهاي ان تمان ايان لنا أو جدين كذب هذا سيف أيام لهي and refresh أيام له أي أو جدين إن الله صدق راعي صدق الحياة كهرتة تمر منا and لعل الدنيا ما كان ماشان أنا بدلو أنا صدق أنا ما أقول جد كوين تستعمله صدق الحياة كوين تاي تمر معنا بروجان وحنا الله صدق راعي منا ما دام إيه تاي and كنوسي كذا وين refresh أيام له وجدين واحنا الله صدى عمل سببته إيه كونديشن كأي قلق يعني هدي هذا ربطه كونديشن كقلق إنه يعني إن الحياة بارك الله جاسحه and وعسى مالسا and مالك إلس إلس أي استعمالسا واي إلس أي استعمالسا كذب وجدين and وعلى إيكو وعلى هاي وقلت منه أنا وقلت من العلا دي ما تن أقلده إن معناه وصدى وقلب معناه واي هذا and refresh أيام له أفرس وجي وقلب أيوة لي معناه واي and ما دام إيه ما تصدح إذا كوني مرك قرض أيوة لي يعني مرك على خير نوع معناه يعني وجي دي معناه برنامج كذا معناه جوار وكذا قلم معناه حالا ده أنا واحد صدح هي كذا طبعا وأسكت الصالة معناه واحد تكلم كذا بس يدك اللي كذا واحد يزن يعني بس يدي مارك والله سمعك الأف إل كحاسك وسمي سنين قلي لا زود كده غفك زود قلش وحالين واقص وقوس يعني منا ضو غلدنا على لا زود كده غلدنا سدوا قوس ما يكتب واتصال منا دارت والله فدارت نقوس مش منا ويا and سدوا كمان كم حالات استعمال كلا هدي أردت and هل حالات كل واحد حالات كلا دارت أنا سمي سو ألف إف أي وجود جديد سدوا منا and وحالي هاي and أفر بعدين غيرت هاي عمل طبعا وجود جديد واي كان يا سكوب بي سنة دابر وقت انا بدي غامش منها واي اركاس ايلك او جديد اكان عفر ايام له واي سيف بيدي مركا ان او جديد وحنا لصوت دعوة ايام مركاس ان لو الجملة صحيح نويمة لو الجملة صوت دعوة عرها واي سدعوا عيه كيرت هاي طبعا او جديد واي ألس إف حويان تان دقلت معنا ألس إف حويان مدى تدقلت هذا التاسع يعني لها بحي كوين تغبين ومكتة على تنسو وضع ووجد أفر حيك حيك يرتك طبعا وعلى صوت وعي تان معنا ألس إف حويان دي تان قلت معنا تان هدي إمارة الجملة دان قلت وحيان أس ألس إف اسم ألس هدي كال علي معنا هذا تان إغلت تان إنسو وضع لو قاد أصلا نغضاني على صوت ضوء عملك هس and نبدأ قدم بس على صوت ضوء غلط ما دلوا غلط إنا قدم وسيف يا لهي and refresh يا له هي وقلت ما دام and لبا حالات قلت قلت نقدم وجد قلت أي صوت ضوء عمله بيت كمان ضو صحيح مت كسر وصوت ضوء عمله وين هنا فانتي ما في ليه العشر كيا وأدي قلت كان تصالك دي أنا كوني مغري الله فاس
باسورد يوزر نيم اقسمي كرتا وانا لو سمعت انت بدل منك انا فهمتني انا في العشر كان عشر وحين تصوني ما ادري يعني سلاسل بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.